شوف لا فامي انا شعري مخربق وجهي مخربق علاش راه اذا غبرتي في انستغرام حقاش كنوجد واحد اللعيبه زوينه بزاف عثمان شنو هي راه ان شاء الله صافي سكوت بارك لا انت غتفرشني سكوت زيد واحد البلاد اللي تيهضروا بالفرنسي كلغه اجنبيه شوف شو ولينا كنجيو لدرب غلف مابقيناش كنلقاو امين ولينا كنلقاو عثمان عثمان خويا شحال برو ماكس الله يحفظك اخويا وقت الصالات اللهم انت درب غلف كامل ولا كيعرف عثمان عثمان قدري كلشي غايقول لك هو هذا تزوج لا حول ولا قوه الا بالله ما عرفت حس براسي غنتزوج قريب كحلتو وليت كنقرا صافي وليت بعقلي كاين والو ها هو الكتاب و راه ليا عطيني الكتاب لا بس الابيض عندي لا صافي يا اخي عطنا شويه وقت عطينا شويه الوقت اخويا غادي تصدموا غادي تصدموا غادي تشوفوني انا فين داخل دابا داخل مكتبه داخل مكتبه عشان اشتري ايش عشان اشتري الكتاب اللي انت اللي حرك احساسك وشرط اليوم جيت لعيادتي عياده لابوتيك كلينيك زمان ما جيت عندهم ها جاي اسوي تنظيف وزمان بعد ما اسوي التنظيف يلا خليكم معايا وخليني معاكم انتوا عارفين ايش احلى شيء وانت قاعد تسوي اسنانك هو انه قدامك هذا الفيو يعني كتشوف الكويت كلها الحين واخيرا شفناك اهلا واخيرا اهلا وسهلا يا اخي شوف شوف ما امن في واحد يهتم في اسناني غيرك انت حبيبي طول لي عمرك يا هلا فيك والله مشتاقين لك يا اخي وانا مشتاق لك ان شاء الله وللحين ترى انتم تفرحوا براسكم هي اللي مسحيها ماشي انا شفتوا ليها I'm going to go to the house. انتي محامية؟ انا محامية وقاديه انت ما كنتش تمحشوا معايا شي حاجه ديتي فيه ولا كنتي باش كديري بغيت نفهم اش كديري عيطت عليك والله تعبرت عليك شنو يدك ها انت ما فيكش النفس علاش شفتي عم واحد كيبغيك معجب بيا والله النفس كلغه اجنبيه تاميه يعني ماشي بلاد ماشي بلاد كيهضروا صافي ستوب صافي حبس هانقول عرفتوا الدرب غلف ولا تبنا بحال السلام عليكم عرفتوا الدرب غلف والله حتى كنت كنجي ليها مره في السيمانه وفرحانه هذا هو سبب كل شيء ولكن راه جا كنا باقي السيديات كيشوفوا الدرب غلف يلا ثانينا ولا عاد اخر كلامي عليكم استاي بيني توتو بيني صباح الخير عليكم بغيت نقول لكم واحد القضيه مزيانه هو انه الرضا الوهبي اشتاق اليكم سيشتاق لكم لانه ذاهب في رحله الى بلاد يتكلمون انا قتلني البرد البرد ديال كازا فين هو غادي فين الحمد لله كاين الشوفاج عرفت وليت ما كرهتش يكون عندي شي شوفاج متنقل بعدا انا فين ما كنخدم الشوفاج في الدار كيجيني تاني بالضمير كيطفي ما عرفتش بابا شنو علاش تدير بحال هكا علاش كتحسني انني انك جايبني من الزنقه خليني نعيش الحياه فهادشي اللي كاين كيجي حيت بابا كيدخل عليا كيقول لي خدم الشوفاج عرفتي اش كيدير الضو عرفت تشوف المكانه كيفاش كدور عرفتي بابا اصلا كيشوف شي ضو شاعل غادي وكي يتعني بالضمير ملي كنخدم الشوفاج دابا الحوايج غيدوبو اييه غيدوبو
ويلا كثرتي فيه ولا ولا كيبان لي فرناشينا فرناشي والله حتى شحال كثرتي فيه كتكاب ديالها من راجلك على ود المقله الضو لا قسما بينك ولكن انا كرهتيني في هذا الشيء بربع المرات كيكون عندنا الضياف ولا شي حاجه كيبقى يهضر معاك كيبقى كيبان لي الضو شاعل اه بصح لا رانا معاك في هذه الهضره خديجه طفي معاك داك الضو ويكمل الهضره صافي فيس كنت كنقرا لي ميساج ديالكم الاغلبيه باباهم حتى هو بحال هكا حتى هما بحال بابا عرفتوا بابا راه بعض المرات كنقولوش واش بابا كان عايش في شي كهف ولا في العصر الحجري ولا شي حاجه بحال هكا بنات شي وحده عيطات عليا ها مازال ما جيتش انا نقصني عارف راسك قفرتيها اش غديري كاع ماما يا غدار تاخذي مسلاله صحه وكاع مسلاله تاخذي سميتها لا تاخذي مسلاله مسله كيعجبني الماكله تاع الدار انا كناكل حيمه معها بالقوقه والقوقه هذه انا ماشي ماكله ديال الدار هذه الدار تسمى ديال الزنقه خويا هذه ماكله تاع الدار ولا ماكله تاع الزنقه وقولها لا قولها لا واش كتبدا في الدار ورا هادي بحال في الدار حنا ما عندناش بحال هادي فوتو اللي دار ديال الماكله في المغرب ولا في افريقيا ما تزيدش شرحها الله يحفظك خشيني فيك ولا اختياري ولا نمشي اختياري ولا نجيب لك محامي اه وي اش محامي انا محامي انتي محاميه انا محاميه قضيه انت ما كنتش تسمع مال عثمان واش راجل علاه يدير لها بحال هكا قاص لها شعره اه قاص لها شعره ما كاينش دابا تحلل اش كدير لك الخبز مسكين شتاتو شادي درتي لي ستوري وانا شعري شتيني انا درت لك واش شفتي شعري مريم وانت شتيني انا درت لك سامحونا مع السلامة استنى انتقامي عمري نرجع لك ولا وتوكل محامي طلعتي واحد غدار شربتيني Yeah.